افتتح الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر اليوم ورشة عمل للتعريف بقانون الذمة المالية للمشمولين بالقانون، مؤكدا أن الكويت تنفرد في هذا الشأن عن معظم دول المنطقة. قال الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر إن قانون إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية يعد تحديثا كبيرا في السياسة التشريعية للبلاد. وتابع بوزبر في كلمة ألقاها بافتتاح ورشة عمل للتعريف بإقرار الذمة المالية للمشمولين بالقانون إن الكويت تنفرد في هذا الشأن عن معظم دول المنطقة. هذه المناسبة نأمل من جميع المشمولين الحرص والالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة قانونا تفاديا عن أي عواقب قانونية مستقبلا. وهذه ورشة أعدت خصيصا لكم لتكون فرصة لكم لتتعرفون على كل الأمور المتعلقة بإقرار الذمة المالية. وأوضح أن نشر اللائحة التنفيذية لسنة 2016 في نوفمبر الماضي أفرز عدة آثار، أهمها بدء الهيئة في تلقي إقرارات المالية وفحصها من خلال لجان متخصصة، مضيفا أنها نصت بشكل تفصيلي على آليات وسبل استقبال هذه الإقرارات وفحصها. وأكد حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني اللازم والمساعدة المطلوبة للمشمولين بأحكام القانون حسب المادة رقم 2، ومنها تقديم ورش العمل. وخلال الافتتاح تم عرض فيديو قصير يشرح مفهوم الذمة المالية والهدف منه لإقرار الذمة ومواعيدها والأشخاص الملزمين فيه وخطوات التقديم باستخدام البرنامج الآلي والذي يتم الدخول عليه عن طريق الموقع الإلكتروني.